Hi guys, welcome back to my channel. Today I'll share with you a very delicious traditional Tunisian recipe called youyou. Tunisian youyou are fried cookies with a very unique taste. I invite you to give this tradition a try. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا بكم أعزائي في قناة أمال كيتشنز تي في. اليوم سأقدم لكم وصفة لذيذة جدا. هي وصفة تقليدية تونسية تسمى اليويو. سنحتاج في هذه الوصفة إلى 3 بيضات كبيرة الحجم. سنقوم باستخدام نفس الكوب لقياس كل مكونات هذه الوصفة ما عدا الطحين. بالنسبة لي قمت باستخدام كوب سعته 180 مللتر بالنسبة للمكونات السائلة و170 جراما بالنسبة للمكونات الجافة. سنبدأ الوصفة ونقوم بوضع البيض في وعاء واسع ونضيف إليه رشة من الملح. نضيف بعد ذلك القليل من بشر الليمون للتخلص من رائحة البيض في العجين. نضع أيضا السكر فانيليا والسكر ونبدأ بالخلط جيدا. عند الانتهاء من خلط هذه المكونات سنقوم بإضافة الحليب تدريجيا مع الخلط. سنحتاج لخفاقة يدوية لإتمام هذه المهمة. نضيف بعد ذلك الزيت لباقي المكونات دون التوقف عن الخفق. لم يبقى لنا الآن سوى إضافة بقية المكونات الجافة. سنبدأ أولاً بنخل الطحين فوق الوعاء، ثم نقوم بإضافة مقدار 15 جراماً من خميرة الحلويات. وزن كيس خميرة الحلويات في تونس يساوي 10 جرامات. هذا يعني أننا نحتاج إلى كيس ونصف من خميرة الحلويات لإعداد هذه الوصفة. سنقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض دون عجنها. قد نحتاج لإضافة القليل من الطحين. هذا يعود لنوعية الطحين المستخدمة في الوصفة. المهم هو الحصول على كرة طرية من العجين. لا يجب أن يكون العجين صلباً لأن ذلك قد يؤثر على نجاح هذه الوصفة. Thank you.
بعد الانتهاء من خلط كل المكونات، سنقوم بتغطية الوعاء وتركه جانباً لمدة 25 دقيقة. في هذه الأثناء يجب أن نبدأ بتحضير قطر السكر أو ما نسميه باللهجة التونسية الشحور. سنحتاج ل 500 جرام من السكر، الماء، وحبة ليمون صغيرة. نأخذ وعاء متوسط الحجم، نقوم بوضع كمية السكر اللازمة ثم نسكب فوقها الماء حتى نحصل على طبقة رقيقة من الماء فوق السكر. بعد ذلك نقوم بتقسيم حبة الليمون إلى 4 أجزاء ونضيفها للوعاء. نضع الوعاء على نار متوسطة. نترك الوعاء على النار حتى نحصل على قطر بقوام متوسط. لا يجب أن يكون قوام القطر خفيفاً أو ثقيلاً. عندما يصبح قطر السكر جاهزاً، نرفعه عن النار ونضعه جانباً حتى يبرد. بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت في مقلاة. بعد مرور 25 دقيقة نرش القليل من الطحين ونقوم باستخدام الشوبك لفرد العجين على سطح العمل. يجب أن لا يتجاوز سمك العجين تقريباً 2.5 سنتيمتر. سنبدأ الآن بتقطيع العجين إلى دوائر ثم نقوم بإحداث ثقب في وسط كل دائرة. أنا قمت باستخدام كوب كبير لتقطيع العجين إلى دوائر، أما بالنسبة للثقب الموجود في وسط كل دائرة فقد قمت باستخدام غطاء قارورة ماء. بعد الانتهاء من تقطيع كل العجين سنبدأ الآن بقلي دوائر اليويو. يجب تقليب الدوائر على الجانبين حتى تحصل على لون بني ذهبي. إن نحصل على اللون المطلوب سنقوم بإخراج اليويو من المقلاة باستخدام سيخ اللحم، فهي أنسب وأسهل طريقة للتخلص من الزيت الزائد. ثم نقوم بنقل اليويو إلى مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.
بعد الانتهاء من قلي كل كمية اليويو. الآن حان وقت غمسها في قطر السكر. نقوم بإسقاط اليويو الواحدة بعد الأخرى في وعاء القطر. نقوم بتقليبها على كل الجوانب. بعد ذلك نقوم بإخراج اليويو من الوعاء باستخدام السيخ أيضاً، ثم نضعه في مصفاة أخرى. نحن في العادة في تونس نقوم برش اليويو بالقليل من السمسم، لكني هذه المرة اخترت أن أستخدم الفستق المطحون والفول السوداني المحمص المطحون لتزيين حبات اليويو. أتمنى أعزائي أن هذه الوصفة التقليدية التونسية قد نالت إعجابكم، وأرجو أن تقوموا بتجربة هذه الحلويات اللذيذة، فهي سهلة جداً ولا تتطلب الكثير من العمل. رغم أن هذه الوصفة معروفة جداً في تونس، لكنها قد لاقت شعبية كبيرة في فترة الحجر الصحي، فالأمهات تتسابق لإعداد هذه الحلويات اللذيذة للعائلة. أهلاً بكل المتابعين، أرحب أيضاً بالمشاهدين الجدد. أرجو منكم أعزائي دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ونشره بين أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة على الجميع. شكرا جزيلا لكم على المتابعة. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم. تصبحون على خير.